هل يجوز للمرأة أن تأخذ المال من جيب زوجها بدون علمه؟ لا يجوز لها ذلك إلا بأن تستأذنه، إلا بأن تستأذنه ويأذن لها بذلك، لأن هذا يعتبر من الخيانة، أنها تأخذ من جيبه بدون علمه، هذا يعتبر من الخيانة. إذا كان عليها حاجة تطلب منه، تطلب منه أن يعطيها حاجتها بدون أنها تأخذ بدون علمه، إلا في مسألة، في مسألة إذا كان لا ينفق عليها وطلبت منه فأبى، فلها أن تأخذ من ماله قدر نفقتها، لأن هندا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بالمعروف. أما إذا كان منفقا وقائما بالواجب فلا تأخذ من ماله إلا بإذنه. نعم.